بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فلذلك الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، وقد أصابنا في بعض الأحيان بعض الإخوة كانوا يوجهون للمشايخ أسئلة، حتى أن رجل ذكر الشيخ محمد حسان أن أحد الناس قبله في المطار وقال أين هذه الدعوات التي تدعونا، وأين الدعوات المجابة يوم عرفة. وأيضا وجه هذا السؤال في مسجد مجد الإسلام سنة 92 في سيدي بشر، كنت حاضر، وجه في ورقة للشيخ سعيد وحمر وجهه وتغير، والرجل يقول له يعني أنتم كثير وتدعون كثيرا، وأين أثر هذه الدعوات، كانت مشكلة المسجد هيتاخذ علشان الكنيسة. فكثير من الناس كانوا يظنون أن هذه الدعوات يعني تضيع سدى. الشيخ محمد إسماعيل أيضا في هذا المسجد عندما تقرر أن يؤخذ مسجد الفتح فقال إن الفتح سيظل فتحا وإن الدعوات لن تذهب سدى ولن تضيع هدر. فنحن الآن نرى هذا الأثر العظيم لأثار الدعوات، ونقول لا ندري هي دعوة من. ولذلك إنسان لا يصيبه غرور، بل دائما يقول كما كان شيخ الإسلام يقول أنا المكدي وابن المكدي، وكذلك أنا كان أبي وجدي العامل ابن العامل. وقال رجل لشيخ الإسلام ابن تيمية جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال من أنا وما أنا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. إنسان يزداد انكسارا وتواضعا لله سبحانه وتعالى وللمسلمين، ولا يرى الإنسان في نفسه أبدا أنه صاحب يد ولا فضل. وكان بعض السلف يقول للناس أربعة: رجل أكبر منك سنا فقل هذا خير مني فقد عبد الله قبلي، ورجل أصغر منك سنا فقل هذا خير مني فقد عصى الله من بعدي، ورجل أعلم منك فقل هذا خير مني فقد أطاع الله على علم وأطعت الله على جهل، ورجل أجهل منك فقل هذا خير مني فقد عصى الله عن جهل وعصيت الله عن علم. الإنسان عندما يرى هذه المعاني يزداد انكسارا لربه سبحانه وتعالى وتذللا، خاصة عندما ترى أن امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته، وامرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الإنسان لا يدري بأي ذنب سيعاقب ولا بأي طاعة سيؤجر ويثاب. هذه المعاني تجعل الإنسان دائما خائف، يحسن الظن بالناس جميعا، وإن أساء إنما يسيء الظن بنفسه. فأقول هذه الدعوات التي كان يلاحق الناس بها المشايخ في كل مكان، أين الدعوات وأين وأين، الله سبحانه وتعالى يعني في طريق السير إليه، الطريق كما يقول ابن القيم ناح فيه نوح وقتل فيه يحيى وذبح فيه زكريا وسجن فيه يوسف وتعرض للبرار فيه موسى وأخرج من داره فيه عيسى وتعرض للقتل فيه وأخرج من بيته محمد صلى الله عليه وسلم، طريق تعرض فيه إبراهيم للنار وسجن فيه يوسف عليه السلام. فأقول أيها الإخوة، النعماء الشدة يصبر عليها كل أحد، والنعماء لا يصبر عليها إلا المتقون. فهذه نعمة والله الذي حدث، هذا نعمة الذي حدث لإخواننا. وأنا أعلم أن كثير منكم ربما كان يعني يصيب الحزن والكمد بل والبكاء. أحد الإخوة يقسم لي بالله أنه ما يستطيع أن يداعب أولاده ولا يعاشر زوجته كلما يرى الأحوال في سوريا وبكاء الأطفال. معاني كثيرة ممكن بمثل هذه المعاني الطيبة يكون النصر قد جاء. فأقول للإخوة هذه نعمة واجبة الشكر علينا، وإن كانت حدثت لإخواننا هناك في سوريا فوالله كأنها نزلت بأرضنا. وكان ابن عباس يقول إني أفرح للرجل عندما يرزق الولد أو ينزل الغيث بأرض، نحن نفرح لهم. وكما يقول الشاعر: أخي إن نحت فمن أدمعي وإن تبسمت فعن مبسمي. فنحن نفرح، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يريد أن أنتقل له، وأسأل الله أن يمن علينا بقرب وصول الشيخ. أيها الإخوة، نحن في حرب في كل ميدان ومكان، قد سنحت الظروف لنا لسبب ما أن نلتقي بأناس كثر في أماكن كثيرة. إن أكثر ما سوف نكتسب به الأرض ويفتح الله عز وجل به قلوب الخلق الأخلاق.
لقد وجدنا أن بالأخلاق الحسنة من كثير من إخواننا، لا أعني نفسي، فأسأل الله أن يمن علي وعليكم بالأخلاق الحسنة، رأيت كثير من أخلاق إخواننا، البسمة الرقيقة، الهدية، تهادوا تحابوا، السلام، أفشوا السلام بينكم تحابوا، رأينا لها أثار ومعاني في قلوب كثير من المخالفين. يعني حتى ربما أنتم سمعتم على القناة النائبة النصرانية مارغريت عازر وهي تتكلم عن الدعوة السلفية وعن حزب النور، وكانت في المجلس تقول لنا لقد علمتمونا الإسلام السمح الذي حرمنا منه، ونحن ما فعلنا إلا الذي نحن فيه الذي تعيشون أنتم بفضل الله عز وجل داخل هذه الدعوة، لم نغالي ولم نفرط، إنما أخذنا بالذي حدده هذا الدين في التعاملات، في الأقوال، في الأفعال، مع الكبير والصغير، مع الرجل والمرأة. فالأخلاق هي مفتاح القلوب، وقد تفعل مع الرجل فعلة يسيرة تستأثر بها قلبه وتأخذ بها لبه، بل وتغير بها عقله. والرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أعطني هذه الغنم وأنا أسلم. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بخلق واحد وهو الكرم الغنم. فذهب الرجل إلى قومه وقال: أسلموا فقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. وابن نعسة اليهودي أسلم بسبب موقف عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: وفني فإنكم يا بني عبد المطلب مطل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب أن يوفيه، وكان قد أشهر السيف، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: وزده 20 لأنك روعته. فذهب فزاده 20، قال: إنما لي 60 وسقا. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيدك هذه لما روعته. قال: والله إن هذه أخلاق الأنبياء، إذا أغضبوا ازدادوا حلما، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهذه المواقف اليسيرة البسيطة، الرجل قال لإبراهيم بن أدهم: هل حياتك أطهر أم ذنب الكلب؟ قال: والله إن كانت في الجنة لهي أطهر من ذنب الكلب، وإن كانت في النار لذنب الكلب أطهر بها. قال له: إن هذه أخلاق النبيين. فدخل الرجل في دين الإسلام. تعرض الرجل لابن حجر وقال له: أنت في موكب القضاء وتؤمن بما جاء به نبيك؟ قال: نعم. قال: أنا رجل يهودي وأنت رجل مسلم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أنت ما أنت فيه من الأبهة والملك والسلطان تكون في سجن، وكيف أنا مع الفقر ولا أجد ما أطعمه أكون في جنة؟ قال: ما ينتظرك أنت في الآخرة من العذاب والجحيم فأنت الآن في جنة، وما ينتظرني أنا في الآخرة من النعيم والإكرام فأنا الآن في سجن. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بمثل هذه المعاني، أحد الإخوة ذهب إلى أوغندا، كان يصلي بالمسلمين، الناس فقط بالقرآن، سماع القرآن، أسلم على يديه 4000 أخ من الإخوة من شباب هذه الدعوة الذين تربوا في هذا المسجد. ذكر لي الشيخ سعيد حماد أن الأخ دخل قرية في مكان في دولة تسمى بنين، في عيد الأضحى ذهب يخطب العيد في الدولة، ودخل القرية، فخرج من القرية 1000 نفس مسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأخ من إخواننا داخل هذا المسجد وتربى في هذه الدعوة، فدخلوا على ملك بنين فقالوا له: اللي ينزل في المكان دوت لازم يروح يستأذن الملك. فراح يستأذن الملك، لو عنده أماكن بتاع الشياطين ويخاطب الشياطين وده. فالأخ قال له، يعني كان معهم أخ من بنين طالب خريج الأزهر يترجم، قال له: الأخوة يعني عاوزين يرقوك برقية الإسلام. فأخذ الأخ يرقي يقرأ عليه قرآن، الرجل ظل يتعرق، فسألوا: لماذا تتعرق؟ قال: إن الذي يسمع الكلام الحق من الإله الحق لابد أن يتعرق. ثم أسلم الرجل. الإخوة مصورين فيديو خرج يقول: إن ملككم قد أسلم، فأسلم الناس وهدموا الأصنام. معاني عظيمة جدا، الدنيا كلها تنتظر إقدام الإسلام عليها وإقبال الناس عليها. المعنى الأخلاق يا أخواني، نحن نحتاج فعلا حتى فيما بيننا، تبسمك بوجه أخيك صدق، أحسان الظن، التماس الأعذار، أن تقول كما قال أبو بكر: كنت أظلم. والعلماء ذكروا في حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ذكر الإمام النووي جواز ظلام الإنسان لغيره، أن تكون صاحب لك حق وأن تتركه لله سبحانه وتعالى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. المعنى الثالث والأخير، وأنتم يعني وقدركم وصل الشيخ أو لم يصل، توبوا إلى الله واستغفروه حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بقدوم الشيخ، فوالله إني أشوق وأحوج أن أسمع نصيحة. اعرفوا قدر مصر أيها الإخوة، سأنقل لكم كلمات مؤلمة جدا، الواحد احتقر نفسه
عندما سمعها من الناس. أول كلمة كان الشيخ عبد الرحمن المحمود أستاذ العقيدة في جماعة الإمام مسعود، جاء في اجتماع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، كان حاضر الشيخ سعيد عبد الناظم. الشيخ جاء حضر الاجتماع فبيقول للمشايخ: أنا كنت بالأمس في اجتماع مع شيخ الأزهر وعلمت أن جميع الهيئات الشرعية، طبعا الهيئة الشرعية دي فيها سلفيين وفيها الجمعية الشرعية وفيها التبليغ حتى فيها الجماعة الإسلامية فيها الإخوان، جميع الأطياف موجودة فيها. فبقول: أنا قلت كلمة امبارح لشيخ الأزهر وأنا أقولها لكم النهاردة، انتوا عندكم اغنيه. فانا استغربت، قلت: استاذ العقيده في المملكه هيبدا باغنيه؟ قول عندكم اغنيه بتقول مصر ام الدنيا، وانتوا فعلا مصر دي ام الدنيا، ام الدنيا واقعا وتاريخا. وقعد يدلل على ذلك حتى من الناحيه الجغرافيه، البحر الاحمر والبحر المتوسط ونيل يجري بها، وما فيش تقدروش تجيبوا لي دوله اسلام تطل على بحرين. طب شوفوا ليبيا على بحر واحد بدون نيل، طب السودان على بحر اخر بنيل لكن بدون بحر. قعد يجيب دلائل كده جغرافيه ودلائل تاريخيه اللي حدث مع التتار والمغول والصليبين وجيش صلاح الدين الايوبي وغيره من المعاني، وختم حتى بحرب 73 التي يعني اجهدت بترتيب ما. اخونا الشيخ سعد اللي هو اسلم على يديه 4000، دخل في الغابة كده ينتقل المكان فلقى مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية فاستغرب، فالرجل خرج برضه استغربه واحتضنه وقبله لواء ركن طيار سعودي متقاعد اسمه محمد غامدي: انت من اين؟ اخطر لابس غطاء احمر منظر، هو اصلا بدوي في كل لغه بدوي، ففكروا كيف قال مصر. فالرجل بكى واحتضن وقال: انطلق القطار المصري انطلق قطار العالم، اذا انطلق القطار المصري انطلق قطار العالم. الامام السخاوي في كتاب القصر الحسن اخر عن ابي بصر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول: ان ملك مصر ملك الدنيا، وان سلطان مصر سلطان الدنيا. الم ترى ان الله ذكر حكايه عن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الارض، ولم يقل اجعلني على خزائن مصر، قال: فمن ملك مصر ملك الدنيا. من المعاني في أيام قبل ظهور النتيجة، فكنت في العمرة فالشيخ الشنقيطي: إيش الأخبار وإيه النتيجة؟ قلت له: إن شاء الله يعني هيكون خير ودعواتك ودعوات الصالحين. قال: اسمع، إن شاء الله إن شاء الله ينتصر مرسل، إن شاء الله ما ينتصر شيخ، نحن ندعو جميعا والمشايخ يدعو، وأقول لك إن مصر إذا قامت قام العالم الإسلامي بأسره. الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي لما ظهرت النتيجة فالإخوة بيقولوا ده فاز مرسي، بيقولوا ارتمى على الأرض في دار الحديث الخيرية وظل يبكي. وجدت عامل في الحرم بتوع بنجلاديش قال: أنت مصري؟ فالناس عمالة بقى تحضن بعضها، فقال: رئيس مسلم قرآن مصري رئيس، فشيت لخبطة كده. فقلت له قاعد يبكي ويحضني، فقلت: سبحان الله، طب العامل بتاع بنجلاديش اللي بيسايق الحرم ايه علاقته بموضوع مصر؟ برضه لما كان المقابله مع اخواننا في حركه حماس في غزه، فكان من ضمن الكلمات اللي كان ذكرها الدكتور خليل الحي عضو المجلس التشريعي، قال: نحن نحب مصر وشعب مصر، لكن لا نريد ان نكون عبئا على مصر، ولكن نريد لمصر ان تنهض، فاذا قامت مصر ستقوم غزه وفلسطين، بل سيقوم العالم الاسلامي. ودي ايضا كان كلمه قالها قريبا منها الاستاذ اسماعيل هنيه في حوار ووجود معاه في اللاجئين في سوريا، السوريين في محافظه كليس في تركيا عندما زرناهم، فكان يقول: نحن ما ننتظر الراجل، قعد يزعق وكده فحلمنا عليه قوي وبالراحه، قال: نحن ما ننتظر احد من العالم الاسلامي غير مصر، نحن كان بيننا وحده وانتم وانتم، ولماذا تتركونا ونحن اذا جاءت مصر جاء النصر؟ فتحس ان انت في ناس بتنتظر. الناس لما راحوا زاروا السودان وقابلوا البشير وسمعوا في احد المستشارين يقول لهم: انتم الراس ونحن الاتباع، وانتم اذا نهضتم نحن من وراكم سننهض. المعاني دي الدنيا كلها منتظرها، فانتوا استشعروا المسؤولية دي، المسؤولية دي احنا كلنا لنا في يد. عاوز اقول ان احنا اخواننا لابد يكون لنا يد في المشاركة في موضوع النظافة، كل واحد في مكانه في الحي بتاعه. احنا مش عاوزين المشروع الاسلامي ده يسقط بمكر الماكرين، وانا اقول لكم: اذا اجتمع المكر فكل الامر لصاحب الامر، فان الله عز وجل قال: يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. الجولة جولة الحق وجولة التمكين، ولو بعد حين نحن نرى يعني ذلك يلوح في الأفق في كل ميدان وفي كل مكان. فاستشعروا يعني عظمة هذه البلد، وأن الدنيا بأسرها تنتظر
حتى رغم الذي حدث فيها وكان من ما كان من الظلم والجور والاعتداء من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الجور والاعتداء والتحجيم والمنع والتعذيب والسجن والقتل، وما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، كل ما كان تجد إخوة وتجد مصلين. كان أحد الإخوة من شباب هذه الدعوة أخ مات بالسرطان من مدينة الدلنجات، الشيخ محمد هيوب رحمه الله تعالى، بيقول لي أنه لما راح أمن الدولة في دانور، فالراجل مسكه قال له أنتوا لسه بتطلعوا، يعني خلاص احنا المفروض ان احنا في نهاية الزرع. كان واحد من منهم يقول للمشايخ ده انتوا اخر جيل، انتوا هتنتهي وهتنتهي الدعوة. سبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى ان هم اللي يكونوا اخر جيل، وان المشايخ دول سنة 2002 كلهم كانوا رمضان في السجن مع عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى في السجن، دلوقتي الناس دول هم اللي عيدوا في السجون، مبارك والعصابة في السجون، والشيخ سعيد والشيخ محمد والشيخ ياسر، والمشايخ دول هم اللي في المساجد وهم اللي في العمرة. والله دي من آيات ربنا سبحانه وتعالى، من آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق. فنحن في نعم عظيمة جدا تحتاج أن نجتهد في شكرها وذكرها والقيام بحقها. واستشعروا قيمة أنفسكم، أنتم على منهج وخير منهج، وأنتم أقول لكم أنتم صفوة الناس بما يظهر لنا. دعوا القلوب والأمور والنوايا والخفايا يعلم الله سبحانه وتعالى، فنتحمل سويا المسؤولية. وجب علينا النصيحة، الدين النصيحة، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الدري، ولعظم الحديث ليس لأبي رقية حديث في مسلم غيره، وهذا من إفرادات مسلم. الدين النصيحة، وجبت النصيحة، وجبت المعاني، وتعاونوا على البر والتقوى، إنما المؤمنون إخوة. وجبت أيضا التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بما أن الشيخ سعيد ما جاش في الخطبة ومنتظنه في الكلمة، فقد والله والله وجبت التوبة. كان إبراهيم بن آدم يقول: لا زمن أكون فيه واعظ أهل الكوفة، لا زمن سوء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت أجركم، وأن يبدلكم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة خيرا، وأن يعظم أجركم فيما فاتكم، وأن يجعل هذا الشهر بداية موفقة ومباركة عليكم وعلى المسلمين وعلى الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.